بابا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم سنحاول أن نجيب على سؤال يتعلق بالقمح. إذا تعد تجارة القمح، سؤال كالتالي: تعد تجارة القمح شريان مبادلات تجارية العالمية بين العالمين المتقدم والعالم المتخلف. المطلوب انطلاقا من العبارة واعتمادا على ما درست، اكتب مقالا جغرافيا تبين فيه. الآن أصبحنا ندرك جيدا طريقة الإجابة على المقال الجغرافي. ألف: أسباب ارتفاع نسبة استيراد القمح في العالم المتخلف. باء: انعكاسات انعدام الأمن الغذائي على الدول المستوردة للقمح. إذا الإجابة كما تعودنا المقدمة. أول شيء تضع مقدمة على القمح بأنه غذاء أساسي بالنسبة لمعظم سكان العالم، يسيطر على نصف التجارة العالمية إلى جانب ماذا؟ البترول، وبالتالي يتحكم في تحديد طبيعة العلاقات بين الدول نظر لأهميته دائما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ثم طرح الإشكال، قلنا دائما المقدمة تتجاوز ثلاث أسطر. ألف ثم ألف أسباب ارتفاع نسبة استيراد القمح في العالم المتخلف. يمكن تصنيف، أنا حاولت أنني نصنفها، عندنا أسباب طبيعية. طبيعة السطح، لاحظوا جيدا طبيعة السطح في العالم المتقدم، لاحظوا الجدول الذي أخذناه فيما يخص مضى أسباب التقدم والتخلف، هو الركيزة الأساسية لمعرفة معايير التصنيف، لمعرفة مشاكل العالم المتقدم، لمعرفة أيضا ماذا المظاهر التقدم، مظاهر التخلف، أسباب التخلف، يعني يعتبر الركيزة الأساسية للإجابة عن جميع الأسئلة التي تتعلق بالعالمين. إذا قلنا في الصحراء القمح يزرع في الأرض في التربة الخصبة الغنية بالمواد العضوية، وأنتم تعرفون نوعية التربة الموجودة في الصحراء. الجبال أيضا جبال تربتها أقل خصوبة، غابات كثيفة، هنا صعوبة استغلال الأراضي التي تكون فيها الغابات كثيفة جدا، وبالتالي هذا سيؤدي حتما إلى ضآلة الأراضي الزراعية. إذا الموقع الفلكي، لاحظوا جيدا المناطق، إما معظم دول العالم الثالثة إما وقع في الحال المناطق الحارة أو المناطق الاستوائية ذات، لاحظوا جيدا الغابات الكثيفة زائد الحرارة مرتفعة طول العام. إحنا قلنا القمح لا يزرع في المناطق الباردة جدا والمناطق الحارة جدا والمناطق التي تمتاز بغزارة غزارة كبيرة للأمطار، لأنه يحولوا من قمح ماذا إلى الـ 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 تبن. طبيعة المناخ السائد، لاحظوا ما معظم دول العالم الثالثة يسودها مناخ حار جاف على مدار السنة، وأمطار مثلا مناخ البحر المتوسط أمطاره متذبذبة، يعني في حتى في فصل الشتاء لا تسقط أمطار ماذا، والخريف والشتاء لا تسقط الأمطار، وهذا يؤثر على مردود الهكتار، على مردود ماذا الهكتار. قلة الموارد المائية، أنت بطبيعة الحال لا تتخيل نبتة بدون ماء، تزرع نبتة بدون ماذا، بدون ماء. إذا لاحظوا أسباب طبيعية، قساوة الظروف الطبيعية، هناك أيضا أسباب ماذا بشرية واقتصادية، من بينها النمو الديموغرافي، يعني نلاحظ أن العام الثالث يشهد نمو ديموغرافي كبير، هذا يزيد زيادة طلب على استهلاك ماذا القمح لأنه غذاء أساسي بالنسبة لمعظم دول العالم ماذا الثالث. اتساع السوق الاستهلاكية، يعني أنه غذاء أساسي. ضعف تأهيل اليد العاملة ماذا الفلاحية، ما زالت الناس الذين يشتغلون في قطاع الفلاحة يشتغلون ورثوا هذا القطاع أو هذه المهنة أب عن ماذا عن جد، وبالتالي الطرق والوسائل والأساليب المستخدمة هي ما زال طرق وأساليب بدائية تقليدية. قلة رؤوس الأموال، ضعف استخدام التكنولوجيا والبحوث العلمية، تلاحظوا هنا خاصة فيما يخص الآلة ضعف استعمال الآلة والمكننة في قطاع الفلاحة. استخدام الأساليب والطرق التقليدية، لاحظوا هناك من يستخدم المبيدات أو الأسمدة، يعتمد على فضلات ماذا فضلات الحيوانات هنا، وقلة استخدام المبيدات، يعني لا تستخدم المبيدات والأسمدة لغلاء هذه ماذا هذه المواد في الأسواق، والتي تباع أيضا في الأسواق السوداء، حيث تتضاعف ماذا أسعارها إلى النصف أو أكثر. ضعف البنية التحتية، المواصلات، تلقى أحيانا الفلاح ينتج وعنده منتوج كبير وفرة في المنتوج، ولكن يجد صعوبة في كيفية تسويق هذا المنتوج لأنه ما عندوش هناك وسائل
ماذا النقل، فيبقى ماذا المنتوج مكدس إلى أن يتم ضياع هذا المنتوج، وفي الوقت نفسه تلجأ الدول إلى الاستيراد من العالم ماذا الخارجي، وهذا ليس بعامل محفز على الاستمرار في ممارسة قطاع الفلاحة. تدهور قطاع الفلاحة هذا أدى إلى قلة الإنتاج الفلاحي، وخاصة فيما يخص المحاصيل الأساسية المعاشية الغذائية. غياب الاستراتيجيات الزراعية الهادفة إلى رفع الإنتاج وتحفيز ماذا الفلاحين. تلاحظوا مثلا إذا أخذنا دول العالم الثالث، ما هي الزراعات التي تحفز على زراعتها؟ احنا ناخذ مثلا في الجزائر نلقاو التفاح، نلقاو الفراولة، نلقاو المحاصيل التي لا تخدم المجتمع ماذا الجزائري، على رأسها ماذا منها القمح. احنا ما هو المحصول الأساسي والغذائي لسكان الجزائر؟ هو القمح. احنا في وقت ما لاحظوا جيدا الآن يقول لك الجزائر ثاني دولة عربية في استيراد القمح بعد ماذا؟ بعد مصر. إذا هل يعقل أن الجزائر التي كانت في يوم ما هي التي ماذا هي التي تصدر للسوق الفرنسي، أصبحت الجزائر اليوم تستورد من السوق ماذا الفرنسي؟ أنا أرى بأن هذا عيب وعار على الدولة ماذا الجزائرية التي لم تتمكن حتى من توفير أهم شيء وهو غذاء ماذا غذاء سكانها. تلاحظوا الآن السياسات التي تنتهجها الدول المستوردة أو المصدرة عفوا ماذا القمح، قالت لك حنقلوا أو حنوقفوا صادراتنا ماذا من القمح للعالم. ماذا سيحدث للمجتمعات مجتمعات العالم الثالث التي تعتمد على استيراد كميات كبيرة ماذا من القمح؟ ماذا سيحدث؟ حتما ستنتشر هناك مجاعات، ماذا تغذية اضطرابات ماذا اجتماعية. لاحظوا إذا هذه السياسات الزراعية المنتهجة من طرف دول العالم الثالث هي اللي خلات السكان ماذا يلجؤون إلى شراء كميات كبيرة من السميد، لأنها غذاء أساسي. أنت ما تلومش الآن الفرد أنه يشري قنطار أو زوج ماذا من السميد، لأنه غذاء أساسي بالنسبة ماذا لأفراد ماذا أسرته. احنا اللوم على الدول، على الحكومات التي لم تستطع أن توفر أن تحقق أمنها الغذائي في القمح، في ماذا في القمح. هيمنة الشركات المتعدد الجنسيات على اقتصاد الدول المتخلفة. احنا هناك شركات متعدد الجنسيات من العالم المتقدم تأتي للعالم المتخلف وتستثمر في هذا العالم، لكن أين ما هي المحاصيل التي تستثمر فيها؟ تستثمر في المحاصيل التجارية التي تدر عليها ماذا أرباح طائلة، مثلا كالقطن، مثلا كالبن، كالمطاط. إذا كل هذه محاصيل ليست بمحاصيل معاشية، واللي هي محاصيل تجارية الهدف من زراعتها هو الحصول على أرباح، وأرباح ماذا طائلة. إذا انعدام التوازن بين الإنتاج الزراعي والنمو السكاني. لاحظوا الإنتاج الزراعي قليل والنمو السكاني في تزايد ماذا مستمر. سوء استغلال الإمكانيات المتوفرة. لاحظوا إذا أخذنا بعض دول العالم الثالث، ناخذ مثلا دول بلاد العربية، يقول لك أن السودان هي ماذا هي سلة غذاء بالنسبة للعالم العربي لو تم استغلال الأراضي المتوفرة ماذا في هذه المنطقة. إذا السودان عندها الأرض لكن السعودية عندها الأموال، كان المفروض يكون هناك تكامل وتعامل بين ماذا السعودية والإمارات والسودان حتى نحقق اكتفاءنا الذاتي، بدل ما نستورد من العالم الغربي نستورد ماذا من السودان، وبالتالي هنا يكون ماذا ما تكونش هناك تبعية للعالم ماذا الخارجي الغربي الذي يهدف دائما إلى ربط هذه ربطنا بماذا به والتحكم في مصيرنا ومستقبل الأجيال القادمة. إذا الآن السؤال الثاني وش يقول؟ انعكاسات انعدام الأمن الغذائي على الدول المستوردة للقمح. إذا ماذا سيحدث؟ دولة تأكل مما ينتج غيرها، ماذا سيحدث لها؟ حتصبح تابعة غذائيا، وهي أخطر أنواع التبعية. تبعية تكنولوجية ما في مشكل، تبعية ماذا مالية، لكن تبعية غذاء أنك تأكل مما ينتج ماذا غيرك وتلبس مما يخيط ماذا غيرك، فهذه أصعب، أنا أرى أصعب أنواع التبعية ماذا للعالم، يعني وأصبحت رقبة العالم أو العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الثالث في أيدي ماذا ومصيره في أيدي ماذا الغرب. وأنتم تعرفوا أهداف الغرب بالنسبة فيما يخص العالم الثالث. تزايد حجم المديونية يعني كثرة الاستيراد، ستضطر دول أن تستورد كميات كبيرة ماذا من القمح حتى تحقق أمنها ماذا الغذائي وأمن ماذا شعوبها، وبالتالي هنا سيؤدي إلى تزايد حجم ماذا المديونية في ظل ماذا عدم تنوع المصادر المالية لدول العالم الثالث. احنا قلنا عائداتها المالية إما بترول إما مادة أو معدن أو بعض المواد الغذائية. عدم
استقرار سياسي والاجتماعي، إذا هناك حتكون هناك عدم استقرار اجتماعي نتيجة سياسة عدم قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الضرورية. ماذا سينتشر في المجتمع؟ حتنتشر المجاعات، حينتشر ماذا؟ سوء التغذية وبالتالي الوفيات، وبالتالي هذا كله حيكون مكلف ماذا بالنسبة لدول العالم الثالث. التدخل في الشؤون الداخلية، يعني التدخل في الشؤون ماذا الداخلية، هنا حتى تحصل على هذا الغذاء حتى حتفرض عليك الدول ماذا الغربية بعض الشروط، سواء كان شروط سياسية أو شروط اجتماعية أو شروط تعليمية أو شروط ماذا اقتصادية، وبالتالي هنا تصبح ماذا أنك مستعمر، لكن بطريقة ماذا غير ماذا غير مباشرة، وهذا أخطر أنواع الاستعمار هو الاستعمار الغير مباشر. إذا عدم استقلالية القرار السياسي والاقتصادي هنا سلاح أخذه، سيستعمل الغذاء كسلاح كورقة ضغط ضد هذه الشعوب المحتاجة إلى هذا الغذاء ألا وهو السلاح ماذا الأخضر. إذا لاحظوا جيدا ثم الخاتمة، واش حنقولوا الخاتمة؟ ماذا يجب على دول العالم الثالث ومن بينها ماذا الجزائر؟ ماذا يجب؟ هنا يجب علينا ماذا؟ إعطاء الاهتمام ماذا لقطاع الفلاح، لابد من الاهتمام بالفلاحين وقطاع ماذا الفلاح حتى نستطيع أن أو ماذا نتخلص من التبعية الغذائية، نتخلص من التبعية الاقتصادية، التبعية السياسية، التبعية العسكرية، التبعية الثقافية. إذا وهذا أو أن تتكامل دول العالم العربي ودول العالم الإسلامي فيما بينها، يكون هناك تعاون فيما بينهم في مجال ماذا الزراعة. أيضا لابد من انتهاج سياسات زراعية تهدف إلى ماذا إلى تحقيق ما يحتاجه السوق، سوق العربي والسوق ماذا الإسلامي، وبهذه الطريقة نستطيع أن نتخلص أو نحقق ماذا استقلالنا سواء سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي، وبالتوفيق.